احمد بيسأل هل ممكن اعرف هيفرق لو كان المعهد اللي انا بدرس فيه واخد شهادة الجودة ولا لا، او ايه اصلا شهادة الجودة؟ شهادة الجودة دي زي هي من اسمها، هي شهادة الجودة كده، جودة ان ممكن مثلا حصل على شهادة الايزو في التعليم، انها مطبقة مثلا معايير او ستاندرد معين. ممكن تكون مثلا واخدة شهادة الجودة في المناهج بتاعتها، واخدة شهادة الجودة في الاساس ومعايير الصحة والسلامة، في شهادات جودة كتيرة. لو تقصد شهادات الجودة التعليمية فهي في الغالب بياخدوها كده، لا اما يعني ما اعرفش هقول لك اهو دلوقتي انت واخد، انا واخد شهاده الجوده من جامعه ويسكنسن في امريكا، واجيب لك شهاده كده وتلاقي انها معهد. فاحيانا بيبقى فيها ضرب كتير، وخلينا اكون صادق معاك، بيكون فيها ضرب كتير خاصه في مصر، او انها فعلا حاصله على الشهاده دي ولكن تمام الاكاديمي الجزء اللي تيجي اللجنه نلاقي المناهج زي الفل، تشوف الدنيا زي الفل، تمشي اللجنه خدنا الشهاده احنا برضك ماشيين بالسيستم بتاعنا. فهي دي شهادة الجودة. هل بتفرق؟ ما بتفرقش كتير، ولا بتفرق في التدريس ولا بتدرس في أي حاجة، حتى لو هم قايلين مش بتكون فرقة كتير. فادخل الجامعة اللي تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويكون معاها اعتماد إنها تدي شهادة عليا سواء بكالوريوس أو ليسانس، هو ده اللي مهم جدا جدا إنك تركز عليه. وبعد التخرج إن شاء الله لينا حديث آخر بقى لما يكون عندك اهتمام بيه تعليمك بشكل موسع، وربنا يوفقك.